يحكى أن أحد الملوك زوج ولده الأمير 3 مرات، وفي كل مرة كان الولد يطلق زوجته دون أن يعرف أبوه الأسباب. احتار الملك من تصرف ابنه، فقرر أن يطرده من القصر جزاء أفعاله الحمقاء والغير المبررة. فعلا غادر الأمير القصر وراح خارج المدينة يبحث عن عمل، فاشتغل راعي غنم عند أحد الفلاحين في قرية جبلية نائية. أعجب صاحب الغنم كثيرا بالشاب الراعي لتفانيه في عمله وإخلاصه فيه، وكان لصاحب الغنم بنتا وحيدة، وكان يريد أن يبقي الشاب معه لأنه أحبه من قلبه، فطلب من ابنته أن تقبل الزواج منه لأنه سيكون لها زوجا صالحا. فوضعت البنت اقتراحا وقالت لأبيها: عندي شرط، لن أقبل الزواج منه حتى تسافر معه لتعرف حقيقته. قال الرجل للشاب: غدا لا تخرج الغنم من الحظيرة، سنسافر 4 أيام لقضاء بعض الحوائج. وفي اليوم التالي تزودا وسافرا معا، وفي الطريق حدث لهما بعض المواقف. إذ مر على غنم ترعى، فقال الشاب: ما أكثرها وما أقلها؟ تعجب الرجل ولم يرد عليه. فمروا على غنم أخرى، فقال الشاب: ما أقلها وما أكثرها؟ فقال الرجل في نفسه: إنه غبي، لذلك طلبت مني ابنتي السفر معه. مر على مقبرة، فقال الشاب: هذه المقبرة فيها الأحياء وفيها الأموات. واستمرا في طريقهما حتى مر على بستان جميل، فقال الشاب: لا أدري إن كان هذا البستان أخضر أم يابس. تعجب الرجل كثيرا ولم يتكلم. دخلا على قرية وطلب الماء للشرب فأعطوهم الحليب، فقام الشاب وشرب هو أولا وأعطى للرجل بعده، ثم دخلا قرية أخرى وطلب الماء فأعطوهم الماء، فقام الشاب وأعطى للرجل أولا ثم شرب هو بعده. قال الرجل في نفسه: لم يحترمني في الحليب وأعطاني الماء أولا. فتمتم في نفسه: لن أزوجه ابنتي، فإن السفر يكشف الناس على حقيقتها. وعاد من السفر وقص كل شيء على ابنته. فقالت البنت لأبيها: إنه نعم الرجل. فقال الأب: كيف ذلك؟ قالت البنت: الغنم الأولى حين قال ما أكثرها وما أقلها لأن فيها الأكباش أكثر من النعاج، والغنم الثانية حين قال ما أقلها وما أكثرها لأن فيها النعاج أكثر من الأكباش، وأما المقبرة فمن ترك ذرية فهو حي، ومن لم يترك فهو ميت. وبخصوص البستان، إن كان صاحبه أنشأه بماله الخاص فهو أخضر، وإن كان بالدين فهو يابس. أما الحليب، عند وضعه في الإناء ينزل الحليب ويصعد الماء، فهو شرب الماء وأعطاك الحليب. وأما ماء البئر فإن الماء الصافي يصعد للأعلى، فأعطاك أنت أولا، فزوجها له. وعند دخولي عليها وضع يده على رأسها وقال لها: لمن هذا الرأس؟ قالت: كان رأسي وأصبح رأسك. فقال لها: تهيئي للسفر، أنا لست راعي غنم، أنا أمير بن ملك، وقد خرجت للبحث عنك، وقد وجدتك فمكانك ليس هنا بل في قصر الملوك. انتهت القصة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والنقر على الإعجاب ليصلكم كل جديد. في أمان الله.